لأجل هذا العلم وتحت هذه الراية الخفاقة يقدم أبطال الجيش الوطني التضحيات الجسام ويصنعون الانتصارات العظام في مختلف الجبهات والجبال والسهول والأودية. فهنا أبطال لواء الواجب الأول وبعض الألوية الأخرى في جبهة رازح معقل العدو الرئيسي يدكون أوكاره ويحققون الانتصارات ويثخنون في ميليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من المواقع موقعين فيهم قتلى وجرحى. بفضل الله ثم بفضل الرجال الأبطال من منتسبي لواء الواجب تم بحمد الله الأسبوع الماضي بالقيام بهجمة مباغتة على أوكار العدو ومتارسه في رأس المسن، وبحمد الله تم تحقيق أهداف الهجمة كاملة في تدمير موانع العدو وألغامه ومتارسه وقتل العشرات منهم. العمليات التي نفذتها قوات الجيش الوطني استطاعت من خلالها التوغل إلى مكان تمركز الميليشيات في منطقة بني معين موقعة فيهم خسائر في العتاد والأرواح، فيما الأصابع على الزناد تلاحق فلول هذه الميليشيا الإيرانية حتى تطهير كل شبر من أرض الوطن عموما ومن صعدة على وجه الخصوص. نقول لقيادتنا ولشعبنا أننا مخلصون لكم أوفياء بما وعدنا، لن نتخلى عن مشروعنا ومشروعنا سامي ومعروف استعادة الدولة من أيادي الإنقلابيين وبناء دولة ذات أمن واستقرار وعدالة ونهضة. لا تيأسوا ولا يصيبكم البأس، نحن هنا من أجلكم، نحن هنا نموت من أجل اليمن واليمنيين بينما الحوثيين يموتوا من أجل السيد. أبطال الجيش الوطني أكدوا أن استمرارهم في مواجهة هذه الميليشيا هو نتيجة لارتكابها أبشع الجرائم بحق اليمنيين وسعيهم لفرض مشروع إمامي عنصري سلالي يستهدف اليمنيين والأشقاء خدمة لطهران. للمقرر بهم لا يغركم الحوثي، الحوثي يحمل هدف عرقي خاص به وبالإيرانيين فقط، لا له دخل لا في القبيلة ولا في العروبة ولا في الوطنية ولا في الدين، هذا يحمل مشروع إمامي سلالي فارسي. هكذا تبدو الصورة إذن في جبال صعدة، وستكون أكثر وضوحا باستعادة كامل التراب الوطني وبناء اليمن الاتحادي الجديد.